أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. أثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي على الدور الذي تتطلع به فرنسا لدعم عملية السلام والاستقرار في السودان، وأكد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس سفيرة جمهورية فرنسا بالخرطوم رجاء ربيع أهمية استمرار الحوار والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، مشيرا لأهمية دعم العملية السياسية وضرورة مساهمة المجتمع الدولي وفرنسا في جهود إقناع قادة الحركات غير الموقعة للانضمام لعملية السلام. قال مدير شرطة ولاية النيل الأبيض سامي الصديق دفع الله إن الشرطة بدأت في تنفيذ خطة أمنية محكمة لتقليل مخاطر الجريمة ومنع التفلتات الأمنية ومحاربة الظواهر السالبة عبر الارتكازات والطوافي الليلي بالمدن، وأبان أن هنالك تنسيقا مشتركا مع مديرية الشرطة بولايات جنوب وشمال كردفان والجزيرة لتنفيذ وثبات في المناطق الحدودية لمنع الجريمة والتفلتات الأمنية. وفيما يتعلق بالمخدرات، أكد مدير الشرطة أن شرطة الولاية وضعت خطة لمكافحة المخدرات والتوعية سيتم تنفيذها عبر اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها التي أصدرها الوالي. استقبل مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل إسماعيل الأسهري البشرى بمكتبه بالدامر الأتيام الاتحادية من الإدارات التعليمية المشرفة على برنامج صرف المنحة المدرسية لمدارس الأساس على مستوى محليات الولاية المختلفة، واستمع البشرى إلى تقارير من الأتيام المشرفة على برنامج صرف المنحة المدرسية بالمحليات والذين أشادوا من خلالها بمستوى الحضور من المدارس الأساسية المستهدفة بالمنحة، مشيرين إلى أن العمل مضى بصورة طبيعية وطيبة مع وجود بعض القصور في المعلومات والأخطاء التي أدت لسقوط أسماء بعض المدارس. أخيرا، أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والريب بولاية الخرطوم سعيها لإنفاذ خطة الموسم الشتوي بالولاية واهتمامها بزيادة الإنتاج. وأشار مدير عام الوزارة سر الخاتم فضل المولى لدى تفقده مشروع سوبا غريب الزراعي إلى ضرورة التوسع في الرقعة الزراعية وبسط الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي والاهتمام بتنويع التركيبة المحصولية لتغطية احتياجات الولاية من المنتجات الزراعية. انتهى موجز الأخبار. للمزيد تفضلوا بزيارة موقع الشروق.net. في رعاية الرحيم.